وهو في سن 40 إلى 50 نفسيا تربويا بده يمر في مرحلة المراهقة المتأخرة. نفسيا تربويا بده يمر في مرحلة المراهقة المتأخرة. مساء الخير متابعينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج سوشو. بعض الكلمات هي عبارة عن إشارات تحذيرية لموضوع حلقتنا لليوم، مثل ما عشتش فترة المراهقة، تزوجت بعمر صغير، أخذني الشغل وأخذني العلم، هموم الحياة كثيرة. كل هالكلمات هي عبارة عن محاولة للرجوع بالزمن عند الرجال ليوصل لمرحلة المراهقة الحقيقية في سن معين. لنحكي عن هالموضوع أكثر بنلتقي أنا وياكم بالدكتور قيمري القيمري، مستشار في شؤون التربية والأسرة. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بكم، وتحياتي للجميع وللمشاهدين والمستمعين الكرام. الله يرضى عليك يا دكتور. نعم. دكتور، هالموضوع صراحة خطير ومش سهل، وإله عوامل وإله تأسيس، ومين اللي بينصاب بهاي الفترة ومين لا. صحيح، هو حقيقة لأنه موضوع اجتماعي تربوي نفسي وواقعي، يعني عم بيحصل في مجتمعاتنا العربية وبشكل كبير ومتزايد. حقيقة احنا بنسميها المراهقة الثانية عند الرجال، وتسمى احيانا المراهقة المتأخرة عند الرجال. يصاب بها الرجال، هل تسمى حالة مرضية؟ ممكن. هل تسمى حالة مرضية نفسية اجتماعية؟ ممكن. لكن حقيقة يصاب بها الرجال في اي عمر؟ في العمر ما بين 40 إلى 50 سنة. من 40 إلى 50 سنة، من 40 إلى 50 سنة يصاب بها الرجال في حالة ما توافرت بعض العوامل التي تؤدى إلى ما يسمى المراهقة الثانية. هنا بس يعني قبل ما نبدأ في المراهقة الثانية عند الرجال، أنبه إنه خصائص المراهقة سواء في المراهقة الأولى أو المتأخرة هي نفسها. نفس الأشياء اللي بتحصل عند المراهق ذكرا وأنثى في المراهقة الأولى ممكن تحصل في المراهقة الثانية عند الرجال ما بين 40 إلى 50 سنة. تمام. هلأ شو أكتر شيء بيخلي الست أو بيخلينا نكشف المراهقة الثانية عند الرجل؟ أكيد في بعض الأمور أنا ذكرت إنه يعني هو بينه وبين حاله بقول لك أنا تزوجت صغير، أنا ما راهقت، بس هلأ كشكل خارجي كيف بنعرف إنه هذا عنده؟ إحنا في مؤشرات بتظهر إنه هذا الرجل عنده أعراض ما يسمى المراهقة الثانية أو المراهقة المتأخرة. بطبيعة الحال لو سمحت لي قبل ما نجي ناخذ هذه المؤشرات أو المؤشرات نجي ناخذ شو الأسباب، خلينا يعني نعرف صحيح يعني إذا ظهرت عند سين من الرجال ليش ما ظهرت عند صاد من الرجال. الأسباب الرئيسية التي تكمن من ورائها هذه المراهقة المتأخرة عند الرجال أن هذا الرجل الذي تظهر عليه أعراض المراهقة الثانية مر في أثناء الشباب أثناء المراهقة الأولى بحالة لم تعالج من قبل الأب الأم أو المدرسة. المراهقة الثانية يظهر بده يلبس وبشكل عادي بدون من ناحية مرضية، وبده يظهر بمظهر حلو بمظهر جميل في مرحلة الشباب الأولى 18 إلى 24 سنة، ويظهر أمام أهله وقرايبه وإذا كان في مدرسة ولا كلية وجامعة يظهر بظهر حلو. هاي بالمرحلة الأولى. وفي المرحلة الأولى، وهذه ليست يعني ليست لها مؤشرات، ليست لها سلبيات، يعني مش سلبية إذا ظهر بمظهر لائق وحلو وجميل ودون شذوذ، يعني إذا بمظهر الاجتماع مقبول للمجتمع. وفي نفس الوقت بيميل إلى ما يسمى كتابات، يكتب قصة، يكتب شعر، يكتب مقال، وقد يتعرض فيه إلى بعض الجوانب إيش الجنسية، مش الجنسية الشاذة اللي هي طبيعية بالمرحلة المراهقة، عن مرحلة المراهقة اللي هي تحولات في جسم تحولات الرجل أو المرأة وجينات تحصل عند الشاب وعند البنت. بيحصل هذا الموضوع فيكتب كتابات، بيشاهد برنامج تلفزيوني برنامج تلفزيوني موجه يتحدث به عن الشباب، عن المراهقة، عن الغري، بيحب يشاهده. في مثل هذه الحالات عندما يظهر الشاب
في مثل هذه الحالات الآن أبوه وأمه أو في المدرسة عنفوه، سكروا التلفزيون، ممنوع أخذوا المقال اللي كتب فيه ولا شيء مزعوه وضربوه كف، لبس منظم ومرتب ومش مخالف زي ما قلت ليس شاذا اجتماعيا، شو هاللبس هالشعر اللي طالع فيه، وكمان ما بكرر انه يكون لبس نظيف مقبول للمجتمع وكمظهر خارجي، رايح على جامعه، رايح على كليه، رايح على المدرسه، اجتماعيا مقبول، اضرب واخبط الى اخره، كتبوا الحاله النفسيه اللي عندي، احبطوا، قضوا على ظواهره الاجتماعية الراقية. فهو أخفاها في ذلك الموقف. عندما يصل إلى مرحلة ما يسمى المراهقة الثانية، موجود عوامل أخرى بتأدي، بيبدأ مرة تانية عندما يتزوج يقول أنا أصبحت الآن رجل وبقدر أعبر عما كنت عليه في السابق من أشياء مخفية ومن أشياء مكبوتة عندي وخليني أسترجعها. فبيبدأ عنده عملية اللبس بشكل حلو جميل، في عملية مشاهدة برامج تلفزيونية هادفة وليست شاذة، لكن هو يتصرف وكأنه في مرحلة المراهقة الأولى، لكنها في شكل ومنظر ماله مقبول اجتماعيا وليس مخالف لا للدين ولا للعادات والتقاليد. هذه الحقيقة هي من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ما يسمى المراهقة الثانية عند الرجل، تظهر عنده. تمام. الآن هذا السبب الرئيسي المهم جدا، فبيبدأ في التزوج، فبيبدأ عنده في هذه الفترة موجودة عند كل الرجال، لكن كل الرجال كل دكتور يعني هلا لو حدا عاش، أنا أسفة للمقاطعة، نعم. لو خلينا نقول حدا عاش فترة المراهقة الأولى بشكل طبيعي جدا، كمان بتصيبه مرة تانية هون، هاي كارثة للنساء اللي بيحضرونا. لا هو بتصيبه، تحضر عند الرجال كلهم الموجود. طبعا. لكن الآن المغالاة، أيوة. المغالاة، أيوة. المغالاة التي تحصل في المراهقة الثانية هي السبب اللي قلته الإخفاء. الإخفاء بالمرحلة الأولى. لكن نعم. في المراحل العادية تظهر عند كل الرجال بصورة طبيعية، يظهر بمظهر جميل، بيحب يظهر بمظهر لطيف، العطر لازم يكون موجود، من أحلى الثياب، من أحلى اللبس، الكلام اللي بيكون فيه بعض مرات شوية من المغالاة النفسية، من المغالاة الكلام الجميل الحلو كتير بزيادة شوية، في مغالاة معينة لكن ليس مؤذي. أيوة. هذا اللي عاش النقص سابقا تظهر عنده المغالاة في هذه المرحلة، أما الآخرين فبتظهر عنده ما تصفها لكن بدون مغالاة. الآن ظهر عنده، تزوج وصار عنده زوجته موجودة، تمام؟ شو الزوجة؟ هون رسالة للزوجات، لما يصل زوجك لعمر 40 إلى 50 سنة في هذه المرحلة، اعرفي إنه هو الآن يمر في مرحلة تسمى المراهقة الثانية أو المراهقة المتأخرة. يعني حلقتنا، عفوا دكتور، حلقتنا بتهم كل السيدات هلا اللي عم ايوه متزوجة بحضرونا. وزوجك في مرحلة 40 50، انتبهي، زوجك في مرحلة المراهقة المتأخرة، ممكن هي تنعكس عليك اذا ما سويتيش الاشياء أيوة. بدها بشكل سلبي اذا ما كان عندها، وتدمر البيت، وممكن تكون انت واعية ومدركة، ومن النصائح التالية ايش تسوي شغلات عشان يتلاشاها زوجك. وهذه كل الأزواج بمروا فيها، بس زي ما قلت مرحلة القوة قد تكون بسيطة وقد تكون قوية أحيانا. نعم. قبل ما نحكي للسيدات شو هي النصائح اللي تتصرف فيها بحكمة دكتور، بس بدي أسأل عن شغلة. نعم. هلأ لو كان بهذا العمر الرجل بس مش متزوج، يمر بها. أيوة. يمر بها من 40 إلى 50 سنة زي ما قلت، كل الرجال بيمروا بها. ايوه، ولكن قد تكون قويه وقد تكون بسيطه. بس انا بهمنا الان في موضوع اليوم انه الرجل في هذا العمر، لانه في عمر الأربعين معظم الرجال في مجتمعنا العربي بيكونوا متزوجين. بالضبط. في الأربعين سنه بيكون متزوج، بس وفي يعني خلينا نحكي في فئه مش متزوجه عشان نفرق برضه والمشاهد يعرف كمان دكتور اذا كان متزوج اذا ما كان متزوج. نعم. احنا الخطوره اللي بدنا نوجه فيها السيد
انه ان هي متزوجه زوج وجوز يكونوا مخلفين كمان، الزوج في مرحله 40 50 سنه، شو تسوي؟ عرفت انه زوجك بين 40 50 سنه، وعرفت انه في عنده في مظاهر ما يسمى المراهقه المتاخره، ماذا تفعلين؟ اول شيء لما يرجع جوزك من الشغل وتفتح الباب تطلعيش بفستانك اللي ريحته بطاطا وبندوره وبصل، الرائحة، شعرك مكنفش يميكي من الكنفوشة هذه، جاي من الشغل المساء، بدك تظهر بمظهر ماذا؟ بمظهر حلو تلفتي انتباهه أكثر من اللي برا. انت في بيتك واللي جاي زوجك، وبعدين عندك الولادك يعني مش ناس غربة، فخلي شعرك مرتب وحلو، وأواعيك لابسة لبس حلو، وتستقبليه وبهالوجه الباش بوجه المضحك. هذا أول شيء المظهر الحلو الجميل. اثنين، الكلمات اللي بدنا نستقبل فيها الزوج. وين كنت؟ ليش تأخرت؟ الله يعطيك العافية، الله يزيدك عافية. لو كان هو يعني من برا جاي تعبان شيء، بتخف عنده الكلمات الحلوة. في فرق بين هذه كمان، تأخرت وصار لنا ساعة بنستناك، وليش ما جيت على الوقت؟ يا الله، وبعدين معك سأل على الباب الرجل بفوت. هذه النصيحة الثانية، الاستقبال الكلام بالمظهر بالشكل والكلام بالوسيلة. نعم. لما يفوت اصحي تشكيله عن اشي صار معك في البيت، خاصة الأولاد، شفت هاي البنت ضربت أختها، ضربت خبطت، جاي بشهادة، شوف علاماتها شو صايرة، المجل. مش عارف احنا هذه كيف بتجيب لنا علامات، هي المدرسة هي ايش بدنا نسوي فيها؟ السعال ما خلع أواعي علشان بدي أكله لقمة ويقعد، طلعت له مية المشاكل موجود. أو جبت اللي قلت لك عليه، أول ما يوصل شو إيش موصيته؟ شوية بطاطا وبندورة، البطاطا والبندورة أهم من استقبال زوجك. فهو لما يفوت بيني بقول الله أكبر، بعدين بطاطا وبندورة وأولاده ومشاكلهم وريحة تطالع هالبطاطس البصل والجرة، وهو في سن 40 إلى 50 نفسيا تربويا بده يمر في مرحله المراهقه المتاخره. أيوة. شو بسوي؟ رد الفعل يوم يومين بجوز اسبوع اسبوعين وما شكاش وبدوش يشكي. بنصحبه يا بنت الناس، هي انا جاي من الشغل، بدل ما تحطي لي لقمه خليني اكلها وارتاح وبين من اخره، بتسوي لي هذه القصه؟ تبدا هي من هالكلام تطلع تاخذ شرب طاقتك. خصائص المراهقة الأولى عنده، هي مش مدركة طبعاً هذا الموضوع، بيطلع برا. أيوه. بلاقي في العمل اهتمام من طرف آخر، اهتمام ناس آخرين. أيوه. صباح الخير أستاذ فلان، صباح الخير أبو فلان، صباح النور، وجه باش، وجه بيضحك، ما إله غاية، ما إلها غاية ولا هدف. بفهم أكيد. يعني عشان المجتمع يفهمنا، لكن طبيعة الأنثى رقتها والنعومة والرئة. والأصل المفروض يكون في بيت، في بيت الرجل هذا. في البيت. أيوة. مش برا. طعب السيارة بنزل شغل، يعطيك العافية صباح الخير، أهلا وسهلا، شرفت على المكتب، شرفت. مرة مرتين قول الله أكبر، مرتي من جوا جبت البطاطا وبندورة والشعر الكنفوش وهدول الاستقبال الحلو، مرة على مرة على مرة. أحسن إشي أو تجي قولوا له في الشغل ما شاء الله شو الأواعي الحلوة. بصير يهتم أكثر بالمظهر الخارجي. بصير الآن شو المشكلة؟ ولا يبدو إني لازم أتجوز. هذا الواقع سبب المشكلة. فيأخذ الزواج الثاني. ولذلك شو بنقول؟ الزواج الثاني والثالث والرابع عند الزوج يبدأ مع عمر 40. أيوة. لأنه ما في تفهم من الزوجات في هذا المرحلة للرجل الموجود. الرجل بيقدر طبعاً، أنا ما بقولهم الستات، أنا بقول نصائح للستات عشان يحصل على البيت، لكن الرجل عنده أيضاً مشكلات أخرى. إحنا يعني في مجتمعنا العربي في مشكلات بتواجهها الأنثى كثيرة جداً، وقد نتحدث عنها فيما بعد في أكيد في حلقات لاحقة بإذن الله العالمين. لاحقة، لكن بنقول مين اللي خلاه أجبره على الزواج الثاني
والثالث والرابع، ولما يجيبون لك شرعا انا ما في احترام في البيت أكيد. ما في كذا، وبشهد شهود وقضايا المحاكم الاخري، وهو حقهم بصير يعني جانب شرعي. فيصير عندي قضيه انه بتصير بعض مرات الزوجه الاولى او تتل يا الله لو اها تندم، حيث لا تنفع لو تندم. ليش ندمتي؟ وكان في البداية أنت يفترض أنك أنت عرفتي ما خصائص الرجل اللي بنقولها الآن بهذا العمر تحديدا، فكأني كمان مرة بكرر للنساء اللي في مرحلة عمر زوجك 40 إلى 50 سنة انتبهي للتوجيهات والإرشادات اللي أنا قلت لك إياها، لأن أنت في مرحلة بناء أسرة. طيب إذا فانا 39-40 وتستمر وصلنا 49 وصلنا 50، تتخطى الرجل بتخطى مرحلة المراهقة الثانية؟ هذا عندك دكتور كعلم ما بنعرف، بدك تكشفه أنت. بتخطاها زي المراهقة الأولى في عمر تقريبا 22 بينتهي في لها عمر نهاية. شو إيش؟ سوينا المطلوب. بتخطاها في المراهقة الأولى، في المراهقة الثانية أخذ الآن العكس، فات الزوج استقبال حلو ما شاء الله، وجه باش استقبال، كلمات رائعة، كلمات حلوة، والله لو شاف ملك الجمال العالم قدامه وشاف كل المغريات قدامه وبسنة الله ورسوله أكيد. في بيته قول له زوجتي اللي أنا ما بصدق، وأنا أصل البيت عشان أسمع كلام هالحلي هالأمورة الست هذه اللي بتربيني ولاد أحسن تربية، والله لو تجي مين مجاله ما بشتريها ما ببيعها أيوة. ولا أخري، فبعيش يعني مراهقته من خلال زوجته. وين وصل؟ أيوة. وصل 49-50 سنة بيبدأ هو كمان يزيد بالود، يزيد الحب للبيت، لست البيت، للأولاد، بحيث إنه يصير يقول لها شو رأيك نروح الآن في العطلة رحلة شمات هواء، نروح السفرة، بدي أخذ إجازة نسوي ونعمل، بزيد حبه لأهله، بزيد حبه لأهلها، بتزيد حبه إله، بتزيد حبه لأهله ولأهلها، فبصير زي البنيان اللي عم نبنيه بأسس جيدة وممتازة ورائعة، بتصير هذه البنيان الموجود بعد 50. والله لو تجي كل نساء العالم من إلى لا يمكن يفرط بزوجته أبدا، وبالعكس بيصير أولاده كمان في شغلة تانية، أولاده وبناته الآن صار عمرهم بعضهم 10-15 سنة، وهو الولد ابنه بده يصير أب أكيد، وبنته بدها تصير أم، فبده يتعلم الواقع الموجود في بيته، بده يتعلمه منه، بده يصير أب لما يكبر، يصير يقول يا الله قديش أنا البنت تقول بدي أكون زي ماما، والولد بقول والله بدي أكون زي بابا، إنه في أسرة ويحترموا بعض، وأنا بدي أصير زي ماما كيف كانت تحترم بابا، وبقول والله وأنا ما بدي أسوي إشي إلا زي ما كان يسوي بابا. فإحنا شو بنخلق؟ بنخلق أسرة سوية وبنات أسوية المحبة. عندهم محبة للمفهوم الزواج، عندهم محبة لمفهوم الزوجة، وعندها محبة لمفهوم الزوج، فبصير عندي تقل المشاكل داخل وتقل الأسرة أكيد. نسبة الطلاق أها. الآن كم نسبة الطلاق في الأردن؟ متزايدة جدا. لو قعدنا وقفنا ثواني والمواطنين الآن بيسمعونا، كم نسبة الطلاق في الأردن؟ هي متزايدة للأسف، 86.16% 86.16% مش عم بيكلموا يعني مع بعض، كل 100 حالة زواج عم بيصير في حوالي 85-86 حالة طلاق. أحد الأسباب طبعا في أسباب كثيرة لها طبعا، أحد الأسباب الرئيسية في عمر 40-50 هذا عدم تفهم أن الرجل يمر في مرحلة المراهقة المتأخرة، وبالتالي بيصير في عندي طلاق وترتفع نسبة الطلاق بهذا المعنى. تمام. فهذه قضايا يعني يفترض انه المجتمع تسليط الضوء عليها كمان. نعم. واحنا من ناحيه اعلاميه كمان دكتور بهمنا هاي المواضيع جدا حتى نخدم فيها المجتمع اكيد، ونوجه فيها المجتمع كمان كدور اعلامي، يعني قلنا هذا الدور انه نقدر نوصله للي عم بيتابعنا ونوجهه من خلال اصحاب الاختصاص. نعم. انا رح اكمل مع حضرتك دكتور لكن بعد الفاصل. نعم. مشاهدينا الكرام حنكون معكم بفاصل، واستنونا بعد الفاصل. We'll be right back.
رجعنا معكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وأكيد مكملين معك دكتور. كنا نحكي قبل الفاصل عن نسبة الطلاق قد إنها كبيرة، وعدم تفهم الزوجة إنه هذا الزوج بهذا العمر بيوصل لمرحلة المراهقة الثانية في حياته. هلأ وذكرت قبل الفاصل كمان نقاط مهمة جدا، لكن إذا بدنا نرجع دكتور ونحكي فيها، أصلها موجودة في الدين، كيف تتعامل الزوجة، كيف يتعامل الزوج، يعني هي موجودة في ديننا، لكن للأسف البعض، عشان أنا ما بدي أعمم، ما في قاعدة نعمم عليها، إنه ما بينتبهوا لهاي التفاصيل، إنه أنا بس بدي أستقبله بهذا الشكل، أنا بدي أعمل، أنا بدي أشكي، أنا وأنا وأنا إلى آخره. في سؤال بدي أطرحه على حضرتك بعديها تفضل دكتور، تفضل. بس الملاحظة اللي تفضلت فيها هذه المقدمة مهمة جدا، يعني الإشي اللي بنقوله من دين، أيوة، يعني هذا اللي هو ديننا اللي هو وجه الرجل وجه الست، كيف بده يكون في تعامل بالضبط، هذا من الدين، توجيهات دينية وثم والعادات والتقاليد والاجتماعية. نعم، هذا ملاحظة. ملاحظة أخرى، يعني المستمعين والمشاهدين بدهم ينتبهوا لشغلة، إنه إحنا مش هذا الكلام موجه ضد النساء، أيوة لا، لأنه النساء في نفس الشيء عندهم هذه المرحلة من المراهقة المتأخرة نفس الشيء. بس إحنا ليش أنا أخذت الرجل؟ لأن بدي مصلحة الأنثى تنتبه عشان حياتها في مجتمع ذكوري يكون أيوة منتبهة، أيوة يعني هالكلام كتير مهم دكتور، انت حكيت كلمة مجتمع، ايوه مجتمع ذكوري، فاحنا عشان نحافظ عشان على الزوج، ايوه ما يقولوا لا، ما يقولوش انت سبب وليش سويتي، لا بنقول لا انت ما شاء الله عنك، ما دمتي بدك ترعى البيت وتصير بيت بهذا الاساس، انتبهي لهذه التوجيهات. ففي الرجل ايضا على كثير من القضايا والاشكالات اللي بيؤدي سبب الى مشكلات الطلاق في الاسره. نعم في صحيح. نعم. وهذا نتحدث عنه فيما بعد في مناسبات اخرى. اكيد. هلا بدي ارجع لنقطه كثير مهمه. نعم. دكتور، واللي هي يعني احيانا احنا بنستغرب وبنستعجب منها. نعم. ليه بعض السيدات، انا مش ضد ولا بهاجم، انا عم نستفسر عن موضوع معين موجود وبنشوفه على ارض الواقع، بس تتزوج بتقول لك خلص انا تزوجت وخلفت مش فارق عندها لا شكلها ولا انه خلص انا تزوجت. نعم. هاي بيت وهي زوج و... نعم. ما بتفرق عندها لا اهتمام بشكلها، انه المفروض هاي بداية لشيء جديد في حياتك، مش نهاية حياتك العزوبية. صحيح. لا مثلا خلينا نقول انه تقعدي وبلا صحيح. اهتمام بشكلك، بلا اهتمام، بس لما بتطلع على مشوار برا البيت بكامل تفاصيلها غير شكل. صحيح. هاي نقطة كتير مهمة بدي أحكي فيها. اللي تفضلت في مهم جدا، هي للست كمان وللرجل. للرجل والست. في برا وفي جوا. أنت جوا بدك تكوني مع جوزك لابسة ومهندسة ولطيفة وشكلك في بيتك، في بيتك مش من... ولما تطلع ليش لما تطلع برا ممكن تاخدي انت يكون عندك المظهر احلى واجمل، وفي مناسبات اخرى تظهر بالمناظر الجميل، وجوات بيتك امام زوجك يكون منظرك اختلف سلبا. هي صار في جوا سلبي برا حلو. أيوة. بنقول كمان مره للرجل جوا هو كمان مطلوب منه، مطلوب منه الان في المناسبات العطل، خاصه اذا كان يومين ثلاثه أو طول وقته قاعد في البيت لابس هالبيجامة، لحيته ما بحلقها إلا يوم بدروح على الشغل، ويا دوب يمكن قاعد وكلامه موجود على الكرسي والطاولة وموجود ولا كأنه معه خبر، وبس يطلع برا في مناسبة أو شغل بدلة ولبس وهندسة، جوا إشي سلبي وبرا حلو. والست برا جوا سلبي وبرا حلو. لا، البيت الراقي، البيت اللي بيفهم أصول الحياة الزواجية للرجل وللست، جوات بيتك، جوات بيتك أحلى مظهر، أحلى شكل. زي ما بتسوي ترتيب للبيت، بتحط الفازات وين أحط الكنبايات وين أحط الطاولة، وإنت وين ما بدك تعلق للرجل، وين بدك تعلق المراية، وين ممتاز مش غلط، هذا ترتيب بيت، ترتيب أساس،
انت وياها بترتبوا البيت، لكن ما بسوى السؤال، ما بسوى انه نرتب شكلنا وجوات البيت، ومن ناحية شرعية تظهري وتظهر بأحلى شكل، بحيث هي قاعده لو طلعت اي مظهر او شكل في تلفزيون هو وهي يقول يا سلام بينه وبينه، قال والله ولا لو تجي ملكة جمال العالم مش زي القدامي. صح. وهي تقول يا الله وتميد دراسه شو بسم الله ما شاء الله، طب لبعت رجل مش بس كمان مثلا متعلم ومثقف، صح، حتى مهندم وشكل لبس ومنظر وكلام حلو لاخره. فهذا جزء من الدين، جزء من عادات وتقاليد في داخل بيت الاثنين، مش برا جوا. وفي ايام العطال فرصه يظهروا لبعض باجمل شكل، باجمل شكل ولاولادهم، اذا خاصه اذا كانوا في مرحله مراهقه اولى، لاولادهم لما يطلعوا لابسين لبس حلو ومحتشم وجميل وكلامه حلو، ما دام هو كمان شافه بهذا الشكل، العين وسيله من وسائل التعلم. صحيح. والاذن وسيله من وسائل التعلم، لما يكبر يتزوج يقول هيك كان بابا، صح، هيك كانت ماما. فبالتالي شو بصير مع المده الزمنيه؟ نخلق جيل حتى متفهم وواعي، مش كنبايه موجوده ولا تلفزيون ولا فازات فقط، مش غلط ترتيب البيت، لكن فلنرتب انفسنا، نرتب شكلنا، نرتب مظهرنا في داخل البيت، لانه هذا من ديننا، من عاداتنا، من تقاليدنا. بصير هون قللنا مشكلة الطلاق، وخاصة في فترة بين 40 إلى 50، المظهر الجميل الحلو ما الرجل بحاول يفكر بأنثى أخرى ولا الأنثى بتفكر برجل آخر. طيب خليني بس أحكي شغلة دكتور. نعم. هلأ اللي حكيته أنت، هلأ أنا لما بدي أفكر فيه أو كمشاهد بفكر فيه جدا رائع وجميل. خلينا نعم. نحكي عن الحياة العملية، تمام؟ نعم. هلأ أنا طبعا مش مع ضد انه الوحده تكون مش مرتبه او الى اخره، يعني انا مع انها تكون مرتبه. بتيجي بتقول لك ما هو مش حاس فيه، ما انا شغل البيت على راسي، ما انا بدرس، ما انا تعبانه، مش قادره، مش فاضيه، هاي القصص. أحسنتي. كلها كمان هي تعبانه جسديا. أحسنتي. هون في نقطه كثير مهمه، مهمه جدا. احنا بنقول كمان في هذه المرحله بين 40 الى 50 سنه، في هذه المرحله اذا الست قامت لك بكل، زوجتك قائمه بكل هذه الاعمال والاعباء والمظهر والشكل، انت عليك واجب. ايوه. وين المشكله لما تاكل وتمسك الصحون وتحطهم بالمجلى؟ وين المشكله خاصه اليوم عزومه انت تساعد الست في جلد الصحون؟ وين المشكله انت فيما فيد احيانا تجي تساعد في بعض اعمال البيت؟ وين المشكله انت لما تجي تناولها وتعمل لها في بعض الامور؟ لا بعتبر هذا نقص من رجولته دكتور. وين انت الاشياء هذه، خاصه بقول انا في بعض اعمال المنزل اللي بيقدر فيها، وين المشكلة لما تجي انت تساعدها في عملية تنظيف البلاط او المسح الغبرة؟ هذا شغلة خفيفة ما بدها، اول مرة ثاني مرة اذا بتعرفهاش بتعلمك اياها زوجي تسويها. وين المشكلة؟ هل تعتقد، هل يعتقد الرجال انه هذا بينقص من قيمة الرجولة؟ ممكن. لا. ممكن قد تكون، قد يكون تفكير الرجل، لا تنتقص من قيمتك كرجل إن شاركت في أعمال البيت، زي ما بتشارك مع أمك لما كنت عندها، شارك مرتك معها في البيت، هذا يزداد وده والحب منها إلك، وما بتنقص من رجولتك ولا بتنقص من الإنسانية اللي أنت فيها. بالعكس، بصير في عندها إنه والله زوجي يساند، والولد والبنت بيساعدوا أبوهم في عملية أعمال البيت. فبصير البيت ما عمل قام فيه على مين؟ على مجهود أب وزوجة. صارت الزوجة تحس إنه مش الزوج رجل بده يخلف، مش رجل بده يخلف، مش رجل بده يفرغ طاقته الجنسية، مش رجل بده مجرد إنه والله بده يقول اتجوز أمام الناس. رجل يقدر مفهوم المرأة، مفهوم الأنوثة، وهي الدليل إنه بساعد في أعمال البيت. لو إجت كل الجيران وأهله وشافوه هو بمسح غبرة أو بساعد زوجته، بيقلل من إيده، بيفتخر بقول نعم أنا بدي زوجتي، هذا بيتي، وين المشكلة بساعد فيه؟ هذا بيعمق العلاقة ما بين الزوجة والزوج، وهو من ديننا،
من الدين كمان مرة بقول أحسن يقولوا لي شغلات اجتماعية، يعني إحنا اخترعنا من الدين. أكيد طبعاً. ديننا طبعاً. للرجل تساعد في أعمال البيت زي ما قلنا من شوية، الست بتكون في عندها احترام وتقدير لأعمال الرجل. صحيح. هذه قضايا أساسية في بناء مفهوم البيت الآمن، البيت الراقي. حلو. البيت الآمن. البيت الراقي هذه إحدى الأسس التي يقوم فيها عملية التشاركية، عملية المشاركة الموجودة. وبضل في جملة بنكررها دائما، يعني نقول مين الرجولة؟ شيء الرجولة مش الذكورة. أكيد كل حدا ذكر، بس يعني الرجولة بدها فعل. ممكن الأنثى تكون عندها صفات الرجولة، صدق، أمانة، مشاركة، إخلاص، هذه صفات الرجولة. فلما أقول هذه الست مثل فيها رجال فيها ما أعمال رجولة. أيوة. وممكن الرجل يكون ذكر لكن ما عندهش رجولة، يعني صحيح، ما عنده صدق ولا أمانة ولا آخره، فبنقول هذا رجل، هذا ذكر. نعم. نعم هذا ذكر. فقبل أن الرجل الصفات تتواجد عند الطرفين، وهي بتأكد وبتنهي قضية مشكلات الطلاق ومشكلات ما يسمى المراهقة الثانية عند الرجل. نعم. طيب دكتور، إذا إحنا بدنا نحكي على الست، أنا بدي أستغل وجودك معنا. نعم. اليوم بدي أسأل بشغلات كتير. ست أساساً هي يعني الرجل محترم بيته، محترم، بيساعد، بيقوم. نعم. وبيساند وبيعمل. ست لا هي راضية تفهم ولا هي راضية تستوعب ولا بدها تستوعب إنه أنا أطل بشكل حلو، إنه أنا أعمل، إني أنا ما أشكي أول ما أوصل، إنه في ناس بتكون استقبالها بوز، يعني إنه بيكون بوزها مكشف بوجه جوزها 24 ساعة، مهملة بنظافة بيتها، مهملة كذا، حتى لو كان بسن المراهقة الثانية أو حتى ما كان بسن المراهقة الثانية برضو حيؤدي لمشكلة. والمصيبة الأكبر إنه الست بترفض أو زواجه الثاني والإهمال عندها من بداية الزواج. خلينا هون شو النصيحة للرجل؟ احنا والله مش للست، للرجل. احنا من اللي بننصح الرجال فيما لو حصلت مثل هذه الحالات. أيوة. عند النساء أول شيء في قاعدة بنقول أقدر الناس على حل مشاكلهم هم أصحابها. يعني بدل ما أطلع أقول لبرا وأقول لفلان لأهل لأمها لأبوها لأمه لأبوه، بنفضل التنين يحاولوا يحلوا المشاكل. حكى معها مرة مرتين ثلاثة عشرة ما في استجابة. شو المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية بنقول لأهل، بنقول لأمها أو لأبوها، يعني اللي خلينا نقول اللي الصلة القوية بينهم بينها إمها وأبوها، إنه والله كتير رائعة ومحترمة، لكن واحد اثنين ثلاثة يعني بطريقة فنية تحسسوها بهذه الأمور اللي لازم تسويها. وصارت هاي المرحلة وما في نتيجة. وصارت الآن المرحلة الثانية، بنقول للرجل وفي نفس الوقت عشان ما يفهموش إنه إحنا بنحكي عن الأنثى ضد الأنثى. أيوة أيوة. ونفس الشيء للأنثى، إذا جوزك برضو زوجك كان عنده من السلبيات الكتيرة، من السلبيات الكتيرة، وانت روحتي حكيتي برضو لأمه لأبوه في البداية أحسن ما تسوي وتعملق المشاكل، وفي نفس الوقت برضو هو ما استكان ما سوى ولا عمل، يكون عند يعني صفي برضو مشكلة. أول لا هو سوى حسن وغير من النمط السلوكي السلبي، أو ولا هي ما غيرت السلوك السلبي نمط السلوكي. شو بنقول؟ نرفع بنقول القاعدة الآتية: طلاق ناجح خير من زواج فاشل. طلاق ناجح خير من زواج فاشل. هذا متى؟ بعد استنفاذ كل الطرق. بعد استنفاذ كل أمور. وفي البداية، في البداية أصحاب المشكلة هم أقدروا على حلها. يعني ما نكونش كتاب نفتحه ويقرأ لكل العالم. أكيد. نحاول إحنا. بعدين زي ما قال الدين، حكم من أهلي وحكم من أهلها إن يريد خيرا يوفق الله بينهما. طيب لا هدول رد ولا هدول رد، سواء أهل البنت ولا أهل الزوج، شو تعال ديننا شرع. شرع عشان نضل كل واحد باحترامه. اللي هي بنترجمه إحنا هذا المبدأ الديني إلى قضية اجتماعية تربوية: طلاق ناجح خير من الزواج الفاشل. بلاش بكرة تصير مشاكل أكبر، مشاكل أعظم دينيا اجتماعيا. لا، كل واحد بروح على بيته والسلام. وفكت. وانتهت القضية. طيب دكتور، هلا بدي أسألك، أحيانا بنسمع بعض الرجال والسيدات بصيروا بقول لك إنه إحنا عايشين مع بعض عشان الأولاد،
فبخبرتك بهذا الموضوع شو بدك تحكي لنا؟ كلي انه هذه الجملة تنقال من الطرفين. يعني هي بتقول له وتقول انا متحملته عشان الاولاد، وهو بقول انا متحملها عشان الموجود. احنا نقول تمام، احنا ما بنفضل الانفصال ابدا. أيوة. خاصه مع وجود الاطفال. تمام. لانه المشكله بدها يتاثر بها الابناء تدريجيا وتؤدي الى مشكلات عندهم، مشكلات من جميع الاوجه. بنفضل زي ما قلت ان تحل المشكله من الطرفين او من احد الطرفين، لكن اذا حصل الطلاق الصامت خلينا نقول بين الطرفين، موضوع يعني طويل الطلاق الصامت. أكيد. لكن خلينا نجي نقول ان كان بهذا الشكل وصلت الى هذه الحاله بنقول لا، لابد يعني الطلاق الناجع زي ما قال الشرع، لانه كثره المشاكل واستمرار المشاكل راح ياثر سلبي حتى على الاطفال، بده يخلق ابناء عندنا عندهم اعاقات، اعاقه نفسيه، اعاقه فكريه. طب نخسر الاولاد كمان؟ لا، بنربيهم تربيه ممتازه حتى مع وجود الاب والام في كل واحد في بيت ثاني موجود. أيوة. لكن بتدير بالنا على الاولاد احسن مما تتواجد كونوا موجودين مع بعض امام. أيوة. اعين واذان الاطفال في البيت. تمام. طيب دكتور، شو بتعطي هيك نصيحه وبحكمه طبعا ومن جهه تربويه واجتماعيه لكل حدا بيحضر حلقتنا لليوم عن موضوع المراهقه الثانيه عند الرجل؟ المراهقة الثانية عند الرجل وعند السيدات، تحدثنا اليوم عن جانب اللي هو موجود عند الرجل. النصيحة الأساسية الرئيسية اللي بنجلها، أيتها الزوجة افهمي زوجك وقدري واحترمي واحسبي حسابه كتير 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 في عمر 40 إلى 50. وفي نفس الوقت بنقول كمان مرة للرجل، دير بالك زوجتك هذه أم أولادك على الأقل الآن أو في المستقبل، برضو هي بتمر في مراهقة ثانية إحنا ما تحدثنا عنها. أكيد. لكن بنفس الخصائص اللي إحنا تحدثنا فيها عن المراهقة الثانية عند الرجل، احترمها، انتبه إنها زوجتك وأم أولادك وقدرها، فهو بيصير في البيت أسرة راقية، أسرة آمنة. بدي أشكرك دكتور على هالمعلومات الرائعة. عفو. وهذا الموضوع جدا مهم لطرحه. عفو. ومن خلالك طبعا ومن خلال اختصاصك أفدتنا جدا وأفدت المشاهدين إن شاء الله بهاي المعلومات. الله. وإن شاء الله بيكون لنا لقاء تاني دكتور. تعالى. أنا جدا مبسوطة فيك، وأنا كمان يعني سعيد جدا بأن نتحدث مع حضراتكم في هذا الموضوع يهم المجتمع وبدرجة كبيرة، وشكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا دكتور. شكرا مشاهدينا الكرام، بتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم وأخذتوا يعني خلينا نقول فايدة من هاي الحلقة. وبنحاول دائما نطرح المواضيع المهمة واللي بتفيد المجتمع بشكل عام. ويعني بالنهاية بدي أشكر كمان الكوافير هيثم جبارات لاهتمامه بلوك الشعر لليوم، وكادر العمل اللي دائما هم الجنود المجهولين وراء الكاميرات، المخرج رسلان مشاقبه، رئيس التحرير، الاداره كمان ورئاسه مجلس اداره منصات الاعلاميه. بدي اشكركم جميعا على جهودكم الرائعه. تفضل دكتور. بشكر كافه القائمين على هذه البرامج، الوعي المدركه، المخرج والمساعدين والناس القائمين على هذه البرامج، كل الشكر والتقدير لهم. شكرا لك دكتور، وشكرا للجميع. بنشوفكم بحلقة جديدة من برنامج سوشيال.